سبب وتفاصيل القبض على عزوز بن زايد. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك. هاشتاج بمطالبات القبض على التيك توكر والممثل الإماراتي السعودي، حيث تبادل نشطاء في السعودية والإمارات عدد من الفيديوهات ترصد ظهور عزوز بن زايد في أكثر من لايف عبر التيك توك مع مستخدمين آخرون يطلب منهم تنفيذا أحكام غير لائقة على حد وصف النشطاء. وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لبثوث عزوز على التيك توك ترصد ظهوره مع عدد من الأشخاص يطلب منهم تنفيذ أحكام لا تليق، الأمر الذي أثار غضب شديد في الساعات الأخيرة وتصدر هاشتاج القبض على عزوز بن زايد. ونقلت عدد من الحسابات المعنية على تويتر مقطع فيديو مسجل من آخر لايف شارك فيه التيك توكر والمؤثر عزوز بن زايد مع أحدهما ويوثق التسجيل خروج الأخير وتلفيظه بكلمات نبيئة، بالإضافة إلى أحكامه الصادمة التي أثارت حالة من الجدل.